إلى تونس. هذه الأيام لعل البعض يتابع انشغال الرأي العام التونسي وبعض الآراء العامة في منطقتنا العربية بظاهرة المدارس القرآنية. هذه المدارس التي يرى فريق من التونسيين أنها تعمل خارج نطاق القانون، كما أنها تخضع لإدارة وإشراف بعض الجماعات الدينية التي تتهم بأنها تزرع الفكر المتطرف داخل هذه المدارس. ما قد يبدو مهما وفق هذا الرأي أنه تم اكتشاف إحدى المدارس في منطقة الرقاب بولاية سيدي بوزيد التونسية، وقد تعرض فيها طلاب لممارسات وصفت بالغريبة من قبل البعض كالجلد وأكل القاذورات تحت مسميات مختلفة، كما أنهم لا يعاملونهم إلا توقيتا واحدا وهو مواقيت الصلوات الخمس. وسط كل هذا تعرض طفل للاغتصاب بحسب اتهام البعض داخل هذه المدرسة على يد أحد العاملين، في الوقت الذي أكدت فيه أحزاب وحركات سياسية ومنظمات مجتمع مدني أنها ماضية في محاولة تلجيم هذه المدارس أو إلغائها، والبعض نادى حتى بهدم هذه المدارس. النائبة فاطمة المسدي عضو مجلس نواب الشعب التونسي تنضم إلينا عبر الهاتف. سعادة النائبة أهلا وسهلا بحضرتك. لماذا يبدو الأمر فيه قدرا من الجدلية وأخذ طابع الاستقطاب السياسي إزاء قضية المدارس القرآنية؟ الحقيقة أن هذه القضية تمت هناك أطراف سياسية تجعل منها كأنها قضية أستاذة فاطمة؟ نعم أستاذة فاطمة تسمعيني؟ نسمع نعم. فقط أنا أود أن تصل الفكرة بشكل أكثر وضوحا، تفضلي. هناك مشكلة على ما يبدو في أن يصلنا الصوت بشكل واضح من تونس عبر النائبة فاطمة المسدي، لكن على أي حال هذه القضية لا يبدو أنها ستحسم على الأقل في المدى المنظور، خصوصا أن المسألة أخذت طابع الاستقطاب على الأقل من قبل بعض الأطراف التي ترى في هذه المدارس القرآنية أداة أو مخلبا في يد بعض التنظيمات، وعلى رأسها مثلا حركة النهضة من قبل المعادين لهذه الفكرة، بينما يرى بعض مريدي هذه المدارس أو بعض أنصار الفريق الآخر أن هذه المسألة إنما توظف توظيفا سياسيا وإنما يستهدف بها العودة من جديد لعلمنة كاملة للدولة والعودة إلى مبادئ الحبيب بورقيبة الذي له أنصار ومريدون، والحديث كذلك عن ما كان أو ما بات يعرف باليسار الاستئصالي. عادت إلينا، أتمنى أن يكون الصوت واضحا هذه المرة. سعادة النائبة تفضلي. مرحبا. أهلا، الصوت أكثر وضوحا، تفضلي. نعم، في الحقيقة أن المسألة هذه ليست لها علاقة بالجدل حول الإسلام في خطر أو غيره، لا أحد يزيد في قضية الإسلام، نحن بلد مسلم، لكن المشكل الحقيقي هو أن هناك أطراف سياسية التي تجعل من هذه القضية قضية رأي عام كأنها قضية الإسلام في خطر. هي بدأت القصة عندما كشفت برنامج حقائق الأربع، برنامج تلفزي، حول وجود مدرسة التي هي عبارة معناها عن وقر إرهاب يتم فيه معناها تدريس أطفال يبيتون صباحا مساء بعيدا عن أوليائهم، وهذا من الأطفال يتم دمغجتهم بشكل رهيب جدا، حيث ثمت تعذيب، ثمت اغتصاب، ثمت سوء معاملة. المدرسة هذه هي ماهيش مدرسة مرخصة، يعني أنها أخذت عنوان مدرسة قرآنية، لكن هي ليست بمدرسة قرآنية، هي ليست مرخصة من الدولة، وتم اكتشافها عبر البرنامج، توضيح البرنامج أنها هذه عبارة عن وكر بتاع إرهاب. هل هناك لجنة نيابية أو لجنة حكومية بعيدا حتى عن مجلس نواب الشعب ذهبت وحاولت تقصي الواقع ومعرفة طبيعة التراخيص الناقصة لهذه المسألة، ما إذا كانت الاتهامات التي وجهت لهذه المدرسة صادفت الواقع ولا لا؟ هو بالضبط هذا اللي حدث. بعد أن كشف البرنامج حقائق الأربع عن وجود هذه المدرسة، تمت الذهاب إليها من طرف الحكومة
وتم اعتقال السيد مدير المدرسة، واكتشفوا أنها ليست مرخصة وأنها تقوم بعملية تعذيب للأطفال الموجودين غادي، حيث معناها أطفال من سن 10 إلى سن 30 يقيمون مع بعضهم. وتمت العناية من وزارة المرأة بهذا من الأطفال، لكن وزارة المرأة أكدت في التقارير مع وزارة الداخلية وبعض النواب الشعب الذين تنقلوا لزيارة الأطفال في مركز الرعاية، اكتشفوا أن هذم الأطفال هم عبارة عن بين قوسين إرهابيين الصغار، حيث تم دمغجتهم بدرجة كبيرة جدا وأصبحوا متطرفين جدا، وقاموا بتعذيبهم وبسوء معاملتهم لثلاث سنوات. وعندما اكتشفوا النواب والداخلية ووزارة الداخلية ووزارة المرأة الشيء هذايا، كانت ثم ردة فعل عنيفة من بعض السياسيين والذين اعتبرهم أنهم يقومون بتبييض نوع هذايا من السكنات أو المحتشدات أو المدارس الذين يقولون عليهم، حيث أنهم عبروا بكل سخط كأننا نحارب في الإسلام وهذا لا علاقة له بالإسلام. أنا قدمت، ما هي الآلية سعادة النائبة، ما هي الآلية الأكثر فعالية ونجاعة من وجهة نظركم للتعامل مع مدارس من هذا النوع؟ أن يتم تقنينها، أن تخضع لرقابة الدولة مع بقائها وتقنين وتوفيق أوضاعها وأخذ الغث منها وفرز الغث من السمين من هذه المدرسة، ولا إلغاء هذا النوع من المدارس بالكلية؟ أي الوسائل ستكون أكثر فعالية؟ أنا حقيقة عبرت عن وجوب إلغاء هذه المدارس هذه، خاطرها ليست مدارس، المدارس لها خص، لها كرات شروط، والكتاتيب كتاب القرآن لهم كرات شروط وهم تحت رعاية وزارة الشؤون. ما هو هذا ربما قد يدفع الفريق الآخر الذي تحدثت عنه سعادة النائبة للقول بأن المسألة أكبر من فكرة معاداة المدارس القرآنية ولها أفق ربما يكون ذا طابع سياسي. إذا كان هناك حادث وقع من هذا النوع، لماذا لا تخضع هذه المدارس لرقابة الدولة ويترك المجال للمواطنين بحقيتهم وحريتهم في اختيار طبيعة النمط التعليم الذي يوجه لأبنائهم؟ إذا كانت هذه الوقائع حدثت ويريد البعض أن تسحب على كل المدارس تقريبا، وحضرتك ذكرت منذ البداية أن المدرسة لم تكن مرخصة وكانت هذه المشكلة الأساسية. أي أول حاجة، أنا نعتبر للترخيص أو لقيام بمدرسة فصلنا هناك كرات شروط، يجب أن يكون وسط منطقة عمرانية، ويجب أن يكون مهيكل بصفة أن تحمي الأولاد والأطفال وغيرها، والمدرسة يجب أن يكون عندها مواصفات. لكن ما وجدناه في ما يقال بمدرسة رقاب هي لا علاقة لها بالموضوع، هي عبارة عن سكنة أو محتشد يقومون فيه بدمغجة الأطفال. أنا أقول أن كون المدرسة المسألة هذه أخذت طابعا سياسيا بامتياز، وأظن إذا كان الدولة لم تقم بالتصرف فعليا لإيقاف هذا النزيف من النوع متاع المحتشدات هذوما، سنجد نوعا ما تونس في طريق أفغانستان، يعني الأفغنة. لكن من يريد أن يسلك هذا الطريق الآن في زمن الفضاءات المفتوحة لم يعد بحاجة إلى مزيد من الوقت ولا أن يذهب إلى المدارس التي تصنف على أنها ثكنات عسكرية لغشنة هذه الفئة من الأطفال، فقط ما عليه إلا أن يذهب للفضاء الإلكتروني ليجد عشرات الآلاف من الحسابات التي بعضها حقيقي وبعضها زائف لبث هذه السموم بثا. استئصال هذه المدارس بحسب هذا الرأي لن يكون حلا ناجعا سعادة النائبة. لا، هو مش حقيقة مش هكاية، هو فما العديد من الأساليب اللي دمغجت الأطفال، فما الأساليب اللي تحكي عليها مسيرتك اللي هو معناها من الفضاءات الإلكترونية، لكن فما زاد أساليب أخرى وهي أعمق من الفضاءات الإلكترونية، حيث يتم عزلة الأطفال ودمغجتهم حيث يصبحون عن قنابل موقوتة، وهذا الخطير في ذلك. لذا أنا نعتبر اللي كونه الدولة يجب أن تكون صارمة، يجب أن تهدم كل بناء دون رخصة تخضعها لرقابتها ولا تهدمها هدما أستاذة فاطمة؟
انا اعتقد ان يجب ان تهدمها هدما لكي تكون عذرة على الناس الذين يقومون ببناءات محتشدات من نوع هذية. اعتبر ولن يدخل الامر ولن يدخل الامر في 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 اطار السياسه الاستئصاليه التي قال البعض ان المروجين لهذه الفكره يبغونها. اذا كان سنستأصل الارهاب فانا مع استئصال الارهاب. اما بالنسبه للتعليم القران، نحن في تونس المناهج التربويه الكل نحن نتعلم القران في المناهج التربويه تحت سلطة الدولة، ونتعلم القرآن في الكتاتيب اللي هي تحت سلطة وزارة الشؤون الدينية. فنحن ضد أي استعمال للدين وأي ضد تجارة للدين ويقومون باسم الدين لزرع الإرهاب في تونس. نحن ضد هذا جملة وتفصيلا. لماذا لا يسند الأمر برمته إلى وزارة الشؤون الدينية، وحضرتك تقولي إنها محل ثقة ويمكن كذلك أن تستطيع أن تفرج المادة المقدمة للأخطاء؟ قائمة بمجهود وزارة الشؤون الدينية، قائمة بمجهود تأثير الكتاتيب القرآنية، لكن هذا خارج نوع مسكنات هذوما، خارج عن سلطة وزارة الشؤون الدينية، لأنهم عبارة عن جمعيات ممولة من الخارج، وهي تقوم باستعمال منازل أو باستعمال بعض البنايات الغير مرخص بها لتكوين أطفال في دمغجتهم في الإرهاب. هذا خطير جدا، أنا لا علاقة له بالمؤسسات التربوية، لا علاقة له جملة وتفصيلا. مسألة أن تكون هذه المدرسة في منطقة الإرجاب التابعة لسيدي بوزيد، وهناك يعني أنين يئن منه بعض أبناء هذه المنطقة تحديدا سيدي بوزيد بشكل عام قبل سنوات، وحضرتك تدرك الدلالة الرمزية والتاريخية لسيدي بوزيد بالقول بأن هذه المنطقة بحاجة إلى تنمية وبحاجة إلى توفير قدر من المخصصات المالية التي ترفع من كفاءة وترفع من طبيعة الخدمات المقدمة لقاطنيها وساكنيها، ما يمكن أن يعد سلاحا أيضا يحارب به الإرهاب والتطرف إذا كان هذا هو مبعث الخشية والخوف. أولا أنا أشارك الرأي أو كونه أن التنمية هي سلاح لمحاربة الإرهاب، لكن هذا ليس السلاح الوحيد، وأيضا الإصلاح التربوي، أيضا السياسة تنفيذ القانون من الحكومة، يعني إذا عندنا قانون وإذا عندنا عدالة تحاسب الناس المتورطة والناس الإرهابيين وغيرهم نستطيع أن نحارب الإرهاب. لكن ما يحدث في تونس الآن هو خطير جدا، حيث أنا نرى أن ثم حركة سياسية التي هي تتغول في الدولة، والتي في الظاهر تعبر عن مدنيتها، ولكن في الباطن تقوم برعاية وتبييض النوع من الإرهاب. خاصة نشوف أن عندما نرى أن القضاء التونسي لا يحاسب بمقدار، يعني الإرهابي يمكن أن يقضي 6 أشهر ويخرج. يعني هذا شأن يخص القضاء، هذا شأن يخص القضاء سعادة النائبة. نعم، تقاليد الدول تقوم على الفصل بين السلطات، هذا شأن يخص القضاء. القضاء بطبيعة الحال لديه من المسوغات ما يمكن من خلاله أن يحكم حكما منضبطا على الأقل من وجهة نظره. لا، أنا اللي نقصد بكون محاربة الإرهاب هي يلزمها حاجة، معناها يلزمها بعض القرارات التي في علاقة ببعضها، يعني القضاة مختصين في الإرهاب، يعني قرارات سياسية لتفعيل القانون، يعني أن محاربة الإرهاب بالإصلاح التربوي وبتنفيذ قرارات وبالقضاء وغيرها هي جزء كامل. محاربة الإرهاب هي حرب كاملة، لكن أن يقتصر القول في تونس أننا معناها سنقيم نوعا ما سياسة مكيالين من أجل قرارات سياسية، أنا أعتبر أننا تونس في خطر وفي اتجاه غير صحيح، وقد نذهب إلى أفغانستان تونس. ونحب نذكر للتاريخ أن طالبان كانت لها المدارس خاصة بها، حيث أصبحت أفغانستان بعد تحت سيطرة تنظيم القاعدة وغيرها. يعني أن هذا نموذج صغير من مشروع كبير يخططون له في تونس. شكرا جزيلا لك النائبة فاطمة المسدي، عضو مجلس نواب الشعب التونسي، منضمة إلينا عبر الهاتف.